هاد المشاكل اللي عشت على ايقاعها هزيمتين في المباراتين الوديتين امام غامبيا وامام زامبيا، المشاكل اللي كانت طغات السطح بعد يعني مغادره حمد الله لمعسكر الاسود. كيقول كذلك ايرفي رونار محمود ان المجموعه خصها تاخذ بعين الاعتبار التغييرات اللي عرفتها كأس إفريقيا للأمم، إذا مسابقة ب 24 فريق، مسابقة اللي كتجرى في الصيف. حتى بطولة أمم إفريقيا السنة دي واضح إن هيكون فيها مفاجآت. زيمبابوي قدمت ماتش كبير، بروندي النهاردة قدمت ماتش كبير أمام نيجيريا، حتى مدغشقر قدمت مباراة كبيرة أمام غينيا، يعني منتخبات واضح منتخبات غير معروفة من الممكن أن تسبب مشاكل. وحتى رونار يعني صائب جدا في كلامه إن في تغييرات كبيرة جدا حصلت في السنوات الأخيرة، ورونار عايز السنة دي يعني يتخلص من سوء الحظ اللي واجهه في افتتاحيات بطولات أفريقيا الماضية مع زامبيا، تعادل في أول مباراة مع كوتيفوار، أيضا مع المنتخب المغربي. إذا كان هذا سوء الحظ يعطينا نفس النتيجة مع زامبيا وكوتيفوار، أي الفوز باللقب، ولكن هو خسر أمام الكونغو الديمقراطية في أول مباراة في الكان السابق، وخسر صحيح. أمام المنتخب الإيراني في أول مباراة، عايز يتخلص من سوء الحظ الكبير جدا اللي بيعاني منه في المباراة الافتتاحية، وإن شاء الله يعني أتوقع أنه يقدر يحقق نتيجة جيدة أمام ناميبيا. هو أحسن سيناريو يبدأ به المقابلة هو المنتخب المغربي يتمكن من تسجيل الهدف في أسرع وقت ممكن، وكنعرفوا خصوصيات ديال 15 دقيقة الأولى ولا 20 دقيقة الأولى خصوصا في هذا الجو، فكتكون شوية صعيبة، فالواحد ما يمكنش يتونجاجا 100%، خصو يكون يدير أن إيفور اللي هو جيرابل ويحاول يستغل الفرص اللي يجيو، ونتمنى اللاعبين يخدموا بالإمكانيات الفردية ديالهم لحقاش الفرديات هما اللي غادي يقدروا يديروا الاختلاف ويديروا هذاك يكري هذاك لو ديزيكيليبغ ديفونسيف للفريق الخصم. كنعرفوا بان منتخب ناميبيا غادي يلعب ضد منتخب المغرب، فهو غادي يتراكم الوراء، غادي يغلق جميع الخطوط، وباش تحل هذه الخطوط الا خص اللاعبين يعتمدوا على المهارات الفرديه ديالهم لي ان كونتر ان باش يديروا لا ديفيرونس، ولا نحاولوا نلعبوا باللعب القصير، نحاولوا لي شونج دي باس لي زون دو، ونحاولوا نشيرش لانترفال، باسكو ما عندناش حل. واللي كيهمني انا من هذا الشيء كامل هو كيفاش يتعامل المنتخب المغربي ملي غادي يفقد الكره، فهذيك هي اللحظه اللي كتهمني انا اكثر، لحقاش حنا شفنا المقابلتين الاخيرتين نقدروا كنقولوهم سي با دي ماتش ريفيرونس، ولكن فوا اكسبتي زعما خصنا نتقبلوا هذه الوضعيه، اون فوا كدا علينا الكره فكيكون واحد هجمه مرتده اللي شفنا في المقابلات تسجلوا علينا، وما حاولوش نطيحوا في مثل هذه الاغلاط. فؤاد، اعتقد لان في هذا المستوى اللاعب محترف لازم يتاقلم مع كل الاجواء، الفو كونجيغ لو فير ساب داطوي دون تو لي طون، لانه اولا غيلعبوا في حراره مفرطه، غادي يلعبوا كاين 24 فريق معني ساكن اكثر من 52 مباراه، ثم هذه المباريات ديال هذا الكان هذا العام جات في اخر الموسم بعد موسم شاق وطويل، اكيد على ان مجموعه من اللاعبين ما وصلوش في افضل الحالات ديالهم. الان الا بغيتي تفوز بكاس افريقيا فلازم يكون عندك فريق اللي موجود ذهنيا، موجود بدنيا، ثم عندك كرسي بدلاء اللي يقدر في اي لحظه يدخل ويعطيك الفرق، خاصه في 20 30 دقيقه اللي كتكون ثقيله، واللاعب يجو براتيكمون مارشون في هذه الظروف البدنيه. انا السؤال اللي فاجئني شويه هو كنت كنتظر يكون بن عطيه في الندوه الصحفيه مع رونار، بن عطيه غير متواجد، كاين ايت بن نصر واحد من الملتحقين الاخرين، فانا كنظن على ان كاين تراتبيه، كاين بريمي كابيتان كاين دوزيام كابيتان، فهذا سؤال كيوضع علامه استفهام كبيره حول الغياب ديال بن عطيه على المنصه او العام الثاني اللي هو بوصوفه.